بالله من الشيطان الرجيم. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. إذن فالمعيب عليهم أنهم أخرجوها من أفواههم. ويجي ولذلك لما واحد يقول لك كلمة قال له ياهو تقولها بكده بلسانك كده بملك فمك تقولها دي يعني كان يصح انك ان كانت حتى بتقول بخطوة تكتب انما دي منتهى الكحف انك انت في ايه بافواههم. كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولوا اي ما يقولون الا كلمة. احنا قلنا زمان ان الكذب ان لا يطابق كلامك واقع الامر. لان احنا قلنا قبل العاقل ما يتكلم بيدير الكلام على ذهنه، فقبل ما يتكلم بلسانه بتيجي النسبة في ذهنه، لما تيجي النسبة في ذهنه ينطقها بلسانه، وبعد ذلك النسبة دي لها واقع قبل ما يفكر فيها ويقولها ولا ملهاش واقع. هنقول محمد مجتهد، قبل ما اقول لك محمد مجتهد جال بخاطري ان اخبرك عن اجتهاد محمد، تبقى دي اسمها نسبة ايه ذهنية. وبعدين قلت لك تبقى نسبة ايه كلامية. نشوف هل يوجد واحد اسمه محمد وهو مجتهد صحيح، واحد اسمه محمد ومجتهد صحيح. نقول اذا الناس النسبة الذهنية اللي خلت النسبة الكلامية تطلع سبقتها نسبة واقعية، يبقى الخبر يبقى صادق. يبقى النسبة الكلامية إن لها كان لها واقع قبله ومطبق من أداء صدق، وإن لم يكن لها واقع ما فيش محمد وفيه محمد إنما مش مبتعين، يبقى النسبة الكلامية لم تطابق الواقع. طب فإن كانت النسبة الواقعية لسه ما حدثت شيء، زي ما أقول لك مثلا ذاكر دروسك، دي جملة وفيه نسبة قبل ما أقول لك الكلمة دي جت في ذهني ولا لأ، يبقى النسبة الكلامية جت بعد النسبة اللي هي الذهنية. طيب هل فيه واقع قبل ما اتكلم ولا الواقع هيحصل بعد ما اتكلم؟ ده الواقع هيحصل بعد ما اتكلم. يبقى اذا الكلام اللي بيسموه انشي اللي نسبته تتأخر عن الكلام، والكلام اللي يقولوه خبر اللي نسبته الواقعية تتقدم عن الكلام. فان كانت النسبة اللي خارجة زي النسبة اللي بتقولها يبقى ده صدق، إن كانت النسبة اللي بتقولها مش زي النسبة اللي خارجة يبقى كذب. يبقى الكلام على هذا، إما أن يكون له نسبة خارجية قبل الكلام أو ملوش. فإن كان له نسبة خارجية إن كلامك طابقها يبقى صدق، وإن كلامك ما طابقهاش يبقى كذب. طب لو كانت النسبة الخارجية لسه ما حدثتش هتحدث بعد ما تتكلم، كيف؟ النسبة الخارجية هتحدث يبقى ده كلام إنشا مش خبر. يبقى إذا الكذب أن لا تطابق النسبة الكلامية الواقع. الواقع ولا الاعتقاد؟ طب افرض أقول له أنت اعتقدت كده وقلت، أم قال لك لا الواقع. إلا أن التدقيق العلمي إننا نقول في اعتقاد وفي الواقع. فالصدق الحقيقي إن النسبة الكلامية تطابق الاعتقاد والواقع. طب وإن كانت أنا معتقد بس هي مش ما حصلتش، تقوم تقول له النسبة كاذبة وأنت غير كاذب. يبقى في فرق بين الخبر وبين المين؟ بين المخبر. مثلا القرآن لما يحكي القضية يقول إيه؟ المنافقين إذا جاءك المنافقون قالوا إيه؟ نشهد إيه؟ إنك لرسول الله. طب إنك لرسول الله كلمة منهم إيه؟ هل دي يعني وافقت الواقع ولا ما وافقتش؟ طب ما هو رسول الله، انما هل وافقت معتقدهم؟ ما وافقتش. ولذلك ايه؟ يقول ايه؟ والله يعلم انك لرسول. طب من هم قالوا انك لرسول الله؟ انت رسول الله والمعلوم لله برضه انك رسول، يبقى ما اللي قالوه موافق لمين؟ للواقع ولمين؟ ولمعلوم الله. طب ما نقول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون ليه؟ قال لك لان كلامهم مش مطابق ايه؟ الواقع. وإن كان بيقال بالإيه؟ باللسان. أو لأن التكذيب لم يرد على المقول وإنما ورد على الجملة كلها، قالوا نشهد إنك فيكذبهم في أنهم يشهدوا، لأن الشهادة أن يطابق الكلام القلب.
فيبقى التكذيب في ايه؟ في قولهم نشهد انك لرسول ايه؟ لرسول الله. هنا بقى لما قالوا اتخذ الله ولدا هذه نسبة كلامية، ألها واقع؟ ملهاش واقع، وما دام ملهاش واقع تبقى كذب ولا لا؟ تبقى كذب. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن ما يقولون إلا كذبا. بعد ذلك يسلي الحق سبحانه وتعالى رسوله ليخفف عنه ما يلقاه من متاعب العناد ومتاعب السفه ومتاعب المعارضه والمواجهه بالسوء، يقول له ايه؟ فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. احنا قلنا لعل زي عسى، رجاء. فهل هنا رجاء في ان يبقى نفسه؟ نقول له لا، مش رجاء في ان يبقى نفسه. معنى باخع نفسك يعني ايه؟ مجهدها اجهادا يهلكها، زي يكون واحد عايز ينتحر كده، عايز يموت نفسه على اثرهم. يعني ايه؟ قال لك لانه هو بيدعوه وبعدين يعرضوا عنه، ومعنى الاعراض بهم يتولوا، يوم يتولوا ويشيع اثرهم بالاسف والحزن على اثرهم. ساعه ما يكون الانسان له محب ولا حاجه ومسافر، يبقى هو ماشي كده، يوم يعمل ايه؟ على اثر يمشيه كده، يجي له الايه؟ يجي له الحزن ويجي له الاسف. فكأنه لحب رسول الله في أن يهدي قومه جميعا إذا دعاهم فتولوا، يبقى بمجرد ما يتولوا عنه أثرهم يبقى إيه؟ يبقى إنه بده إيه؟ يجهد نفسه إجهاد يكاد يقتل فيه إيه؟ نفسه. هل هذا من صميم رسالته؟ أم قال لك لا، ده لزم ما لا يلزم، لزوم ما لا إيه؟ يكلف نفسه فوق إيه؟ فوق ما كلفه الله. فربنا بيقول له لعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث ايه؟ اساسا احنا هناك انت مبشر ونذير، بس ما عليكش الا كده، فما تديش لنفسك مهمه اكثر من المهمه اللي طلبها منك ربنا. في واحد حد المهمه اقل، واحد يديها اكثر، اللي بيديها اكثر، فيرحمه ولا ما يرحمهش؟ يرحمه. فلعلك باخع نفسك على اثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني حزنا وحزن عميق. مش قال يا أسفا على يوسف إيه؟ ولما رجع موسى إلى قومه قال إيه؟ غضبان إيه؟ أسفا. قال له أنت تأسف ليه؟ ده المسألة قريبة، الدنيا دي مهما طالت عمرها إيه؟ قصير. ليه؟ لأنك أنت لا تقس الدنيا بعمرها الحقيقي، وأنا ما بنزلش أعرف عمرها الحقيقي. أنت تيجي كلمة ربنا عشان تتهدي الدنيا دي. إذن ما عمر الدنيا دي؟ قال لك عمر الدنيا يحسب كل واحد ببقائه فيها. اسأل الدنيا عندك، وإلا فإذا طالت الدنيا لمن بعدك طب ما فيها إيه لك؟ يبقى الدنيا عمرها إيه؟ مقدار مكس صاحبها فيها. ودي قصيرة ولا مش قصيرة؟ ودي قصيرة، وحيروحوا فين بعد كده؟ حييجوا لنا، يرجعوا لنا. إذا مهما كان مهما طالت بهم الدنيا أو بغيرهم فسيعودون إيه؟ فسيعودون إلينا. فخلي الجزاء عليهم، ما تقعدش لا تحكم ولا تأسف ولا إيه ولا تكبر نفسك في إنهم ما قالوش بيه. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، لنبلوهم أي لنختبرهم. يبقى كل الأرض واضرب لهم مثل الحياة الدنيا اهي كماء حيجي في الآية أنزلناه من السماء نباته فأصبح هشيما تزروه الرياح. اوعى تاخدك الزخرف دي، لأن أنت بتشوف كل يوم زرع يطلع ومزهزه ومزهر ومثمر وبعدين يبقى الدنيا كذلك، هتبقى كده وبعدين تنتهي إلى إيه؟ إلى إيش؟ وما دامت الدنيا بقى بالشكل دي اترك الجزاء لمين؟ اترك الجزاء لمين؟ لنا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم، والبلاء الاختبار، ومعنى الاختبار البلاء مش إنه هو يعني مصيبة، لا، زي الامتحان تبقى مصيبة على اللي يسقط، إنما اللي ينجح يبقى كويس الامتحان ولا مش كويس؟ يبقى إذا البلاء المصيبة بتاعته في إنه صاحبي إيه؟ يسقط في الامتحان. لنبلوهم يعني لنعرف إيه أخبارهم. قال لك لا، اسمها معرفة الواقع، وإلا فالله يعلم أمرهم من
مش انا بختبر عشان اعرف هينجح ولا يسقط، ده هو عارف ان كان هينجح ولا يسقط. ولكن في شهادة من الواقع. تيجي مثلا تقول الواد ده هيسقط، المدرس هيقول الواد ده ايه يسقط، طيب وبعدين نعمل له اختبار ويطلع الولد هيسقط صحيح، يبقى الاكيد ليه؟ لان المقدمات اللي يعرفها عن عقليته وعن اجتهاده وعن التفاته جابت كده. طب مش يمكن الولد يجي اخر السنه ويجيب له مدرسين كده يقعد شهر كده يتعب نفسه فيه وينجح؟ طب مش يمكن الولد حد يجيب له الاسئله كده تدكين كده وهو رايح الامتحان ويديها له وينجح ويقول له اه؟ طب يبقى الكلام ازاي ده؟ ام قال لك الان ده ايه؟ جهل في القائل، وبتجيب له ظروف ليست في ايه؟ مش في ايده، اللي هو ربنا ما عندوش الحكايه دي، هيعرفها هيعرفها. يبقى اذا البلاء والاختبار، قال لك اه، لانه يقول لك ايه ملاش امتحان، ده ينجح وده ينجح وده ينجح وده ينجح وده ينجح، يقول له لا ما تقولش الكلام ده، طب يعمل لنا امتحان واحنا هننجح. يقوم يعمل لهم امتحان ويسقطوا. لما يسقطوا تبقى الشهاده منهم على نفسهم ولا لا؟ مش كلام من منو بقى؟ يبقى ليبلوهم يعني ايه؟ ليبلوهم إبلاء شهادة منهم على أنفسهم. نعم. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. الصعيد فتأمنوا صعيدا طيب، الصعيد هو التراب اللي يجي على وش الأرض كده، وما دام جه تراب على وش الأرض كده يبقى جرز ازاي؟ طب وجرز يعني إيه؟ قال لك برضه ما فيش فيها إيه؟ ما فيش فيها نبات، بس اصل كان فيها ايه نبات، بس الجراد كان وصوح مش عارف ايه. اولم يروا انا نسوق الايه الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه ايه انعامهم وانفسهم. وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرز، وما دام المساله زخرف وينتهي بمسابقه كده فالاجل قريب ودعهم لي انا بختبرهم، المحسن حدله جزاؤه والمسيء ادله ايه. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ أم حسبت؟ احنا قلنا في أم دي زمان إنها مكونة من كلمتين، كلمة أضربت عن الأول وأنكرت التالي. إن كنت أنت سألوك عن أصحاب الرقيم لانها مساله كانوا فاهمين انها معضله يعني ما حدش هيعرف الا انت، فمساله اصحاب الكهف دي مساله مش الاول عجيبا مع عجائبنا، ده عجائبنا ايه كتير. بل اتركهم، احسبت بسؤالهم ان هذا هو الامر العجيب الواحد؟ ده العجب عندي هنا ما اياتنا لا تتناهى عجبا، ومع ذلك هقول ليه. ام قال لك لان القضيه إن كفار مكة أرادوا أن يحرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجابوا واحد اسمه النضر بن الحارث وواحد اسمه عقبة بن معيط، وقالوا له اذهبوا إلى اليهود في المدينة فهم أهل كتاب يعلمون ما لا نعلم، وقولوا لهم واسألوهم عن قصة محمد صادق ولا مش صادق، وإيه الكلام اللي بيقوله ده؟ ليه؟ أم قال له لأنهم كان زمان أهل المدينة بيتوعدوا أهل مكة، أهل كتاب بيتوعدوا أهل مكة اللي هم الإيه؟ بتوع الأصنام والأوثان. قالوا قلنا زمان أطل زمان نبي يأتيكم نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وأورا، فقالوا نبعث وفد يذهب إلى المدينة ويسأل اليهود عن حال محمد إيه الكتاب بتاعه. فلما ذهبوا قال لهم اليهود اذهبوا الى هذا الرجل واسالوه هذه الاسئله، اسالوه ما قصته قوم ذهبوا في الدهر مذاهب عجيبه، وما قصه رجل طواف طاف الارض شرقا وغربا، وما الروح؟ ثلاث اسئله. فجاء عقبة ابن ابي معيط والنضر بن الحارث وذهبوا الى المدينه وسالوا رسول الله هذه الاسئله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا أجيبكم. وانتظر أن يأتيه الوحي من السماء بشيء فلم يأته 15 يوم، فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أعطى وعدا أن يؤمن غدا،
فقال القوم انه قال سيجيبنا غدا، ومرت 15 يوم ولم يجبنا. ايه السبب؟ قالوا ان رسول الله حينما جاءت له الاسئله دي قال اخبركم غدا ولم يكن ان شاء الله، لم يستسلم. ولذلك قال اللي هيقول فهو لا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. فقعد 15 يوم. شوف بقى الادب، ادبني ربي فاحسن تاديبي، ويجيبها في ذاته عشان لما يسمع واحد من قوته ما يستنكفش. ده ربنا عدل لمحمد، يبقى لما نعدل لك انت يبقى اتحملها. وبعد ذلك انزل الله عليه الايه الوحي، فقال لهم على قصه اهل الكهف وقصه الرجل الطواف اللي هو زي ايه القرنين وقصه الايه الروح. قول الحق سبحانه وتعالى لرسوله ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا، لم يبلغنا هذا الكل واحد تاني، انما مين اللي قال لي؟ هو نفسه. فكانه امين حتى على نفسه، امين. او بيقول لهم انا اللي علي هقوله. ونزل ايه؟ ينزل قول الحق سبحانه يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك. مين اللي قالها لي؟ هل واحد تاني جه قالها لي؟ ربنا قال لمحمد كده ولا محمد نفسه اللي قالها لي؟ وما هو على الغيب بضبيط ابدا، كل حاجه يقولها على نفسه كلها انتهى. يبقى ده دليل على ايه؟ يعني لو ان القوم يفقهون كان ايه اللي حصل؟ كان يقول لك يا اخويا الكلام اللي عليه اللي احنا ما نعرفوش عمال بيقول. طب ده كل اعتابه عليه يقولوا لنا. طب لما جه في غزوة بدر واختلفوا نقتل ولا ناخد الفدية، مش اختلفوا؟ واحد يقول لك لا نقتل، واحد يقول لك لا ناخد الايه الفدية. وبعدين النبي قال لعمر قد كان يصيبنا في خلافك ايه شر كبير. طيب هل عدل الله الحكم ولا اقرهم على ما وصلوا اليه؟ اقرهم. يبقى الكلمه ما فيهاش ايه، لانه لو كان عدل الحكم يبقى صح. ومع ذلك ايه قالها؟ قال لي ربنا قال لي عفى الله عنك لما اذنت له، ولكنه قدم العفو. يبقى اذن رسول الله كل امر يبلغه، ولو تقول علينا بعض الاقاويل وهو اللي يقولها لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الايه الله. يجيب تهديد على نفسه كده يقول لك خلاص صادق بيبلغ اللي جاي. فإذا لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، تربية للأمة في شخصية رسولها، عشان ما حدش يستنكف أن يربى، ما يستنكفش المربى من توجيه المربي. ليه؟ لأن إحنا عايزين الحقيقة، وما دام إحنا عايزين الحقيقة يبقى ما فيش ومن اللي بيربي؟ ده ربنا معه، وأنت اللي بتربيه، وأنت اللي قلت ده ربه اللي قال، اللي بعته هو اللي قاله. يبقى دي تربية ولا مش تربية؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى يا رب يقول لك اياكم ان تستنكفوا من استدراك راي على راي حتى ولو كان من الخلق. يعني لما يستدرك راي على راي من الخلق ما تستنكفوش. فاذا كان الاستدراك من الخالق للخلق ما فيش بقى اي حاجه. طيب قصه الحرص في داوود وسليمان، سليمان سيدنا سليمان ابن سيدنا داوود خلاص. وبعدين جم الجماعة بتوع الحرس عرضوا القضية على مين؟ على سيدنا داود. إذ نفشت فيه غنم القوم، جت الغنم كانت الزرع بتاع واحد، فسيدنا داود حكم بإيه؟ بإن صاحب الزرع يأكل الغنم اللي كانت الأكل ده. فلما خرج سيدنا سليمان قال اقتضى بإيه داود؟ قالوا له كذا كذا. قال لا، رجع قال له لا، صاحب الزرع يأخذ الغنم، ياخد لبنها وياخد مش عارف صوفها وبتاع، وصاحب الغنم يزرع الارض تاني، ولما الارض تتزرع كده وصاحب الغنم يزرعها يبقى لا ياخد دي ولا ياخد دي. ربنا قال ايه بقى؟ قال ففهمناها سليمان. وكلا ما قالش على داود غلط، وكلا اتينا حكما وعلما. اذا فالاستدراكات من الخلق للخلق مقبوله. ما هي دي فكره الاستئناف اللي بيعملوه في المحاكم. يجي واحد بينزل للقضيه، هي معنى ذلك ان القضيه الاستئناف حكم ضد الابتدائي ان لا تعرف الابتدائي؟ لا، لعل هذا غاب، لعل هذا مش عارف عنه حاجه. ففهمناها سليمان.
وكل الآتين وجبه من مين؟ مش من الأب من الابن، لا جبه من الابن والأب اللي مطلوب فيه انه يعمل ايه؟ انه يعلم ايه؟ كان ياكلها شويه بالنسبه لابوه، لو الاب معلش، انما جابها من الابن من ايه؟ الاب. عشان يبقى الحق اعز من الابوه واعز من كل حاجه. فايه قصه اهل الكهف؟ بيقول له لما سالوكم عن اهل الكهف انت ظنيت ان قصه اهل الكهف هي عجيبه العجائب؟ ده احنا عندنا ايات اعجب منها كتير، انما خدها ليه؟ احنا قلنا بقى ايه؟ ولا التصحيح في ايه؟ لا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان اقول بعدها ان شاء الله. لان لما يقول واحد يقول لك لو ما كانش قال الا ان شاء الله يقول لك علينا التخطيط. طب ده الناس بتقعد تخطط للمسائل وتفكر وتعمل تبديل، قال لك خطط على كده ودبر على كده واعمل مقدمات على كده، بس كل حاجه تقول فيها ايه؟ ليه؟ شوف تكريم الله لعبده، ربنا بده يكرم عبده انه يكون كذاب. قال له عشان ما تبقاش كذاب قول كذا 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 هعرفها بكره ان شاء الله، عشان ما حصلش تبقى ما شاءش. انما لو قلت انت طلعت كذاب ولا كذاب يقول لا مش كذاب انت ان شاء الله. ليه؟ أم قال لك لان الفعل في الزمن، ما هو الفعل عايز ايه؟ حدث في زمن. لما تقول حاجه دي تحصل لبكره يقول له طيب تعال انت قلت دي تحصل بكره، ساقابل فلانا غدا لاكلمه في الامر الفلاني ولا قلتش ان شاء الله. يقول له تعالى بقى اما نحاسبك حساب كمبيوتر، انت قلت ساقابل فلانا غدا، اضمنت ان توجد غدا؟ يبقى ادي واحده. طب ان وجدت اضمنت ان يوجد فلان؟ عشان ايه؟ عشان اكلمه في كذا، اضمنت ان الامر بتاعك ده يفضل في ذهنك ولا يمكن ينتهي ولا وهب انك الفاعل موجود والمفعول موجود والسبب لا يزال موجودا، اضمنت ان تكون له قدره على اللقاء؟ اضمنت ان يرضى ان يقابلك؟ الله، كل عناصر الحدث لا تملك واحدا منها، فكيف تقول افعل ذلك غدا؟ قل ان شاء الله عشان تخلص من الايه؟ من المهمه دي كلها. طب ايه قصه اهل الكهف بقى؟ ام حسبت ان اصحاب الكهف اللي احنا عارفين الكهف هو فجوه في الجبل، طب والرقيم؟ الرقيم الشيء المركون يعني المكتوب. كانت آية إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كلا إن الأبرار في إيه؟ في نعيم على الأرائك ينظرون، مش عارف إيه؟ كتاب مرقوم، كتاب مرقوم يعني إيه؟ يعني مكتوب. فلعل هذا كان حجر مكتوب عليه إيه؟ أسميهم إن أصحاب الكهف والإيه؟ والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، مش هي العجيبة الوحيدة، لا من آياتنا العجيبة، كل آياتنا عجيبة. ايه هي بقى؟ اذ اوى الفتية الى الكهف. كلمة اوى تدل على انهم كانوا بيتطلبوا حتة يقوا اليه، ويقوا يعني يلجأ اليه، يروح لها يأرز. وفتية اهي كلمة فتية هنا بقى دي جاية لمعنى، يعني ايه؟ شباب في مقتبل العمر وسيقفون لعقائدهم وإيمانهم بربهم موقفا أمام جبروت الكفر وطغيان الايه؟ الشرك. وفتية، والفتيان دول لسه يعني ما هماش عجايز، لأنهم فتية آمنوا بربهم في فتوة، لهم فتية. ولا الفتاة هنا فتاة الايه؟ فتاة الفاعل، يعني وقفوا كده وصمدوا وقالوا كذا وقالوا كذا وقالوا كذا. إنهم فتيته، إذ أوى الفتية إلى الكهف. لما أوى الكهف قالوا إيه؟ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سيدين أهلهم، سيدين الحتة بتاعتهم، سيدين أرزقهم، سيدين كل حاجة، وفروا إيه؟ بدينهم وراحوا للكهف، المكان الإيه؟ الضيق. المكان الضيق
يعني ما فيش فيه مقومات حياة، وما فيش فيه مقومات حياة لكن دي تشغل بالهم. قال لك لا، احنا لنا رب. راحوا ضارعين لله، ربنا يعني متولي امورنا، اتنا من لدنك انت رحمه من عندك. ما فيش رحمه دلوقتي من الخلق، ما فيش رحمه من البشر لانها في فجوه جبله. اتنا رحمه من ايه؟ من لدنك. اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا، اي طريقا سديدا، طريقا للخير، طريقا للحق. يبقوا في الضيق بتاعهم لولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا. طيب، فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا. يقال ضرب الفسطاط على الارض، الفسطاط يعني الخيمه، ضربها على الارض يعني غطى الارض بها بعد ما كانت حته ارض فضاء كده، ضرب عليها. والضرب معناه انك انت تيجي تلمس شيء بشيء بس بشده، اسمه ايه؟ ضرب. بس يشترط في الضرب ان يكون ذكيا بحيث ما يضربش بالضعيف قوي، وإلا يبقى ضرب نفسه بالله كده. لما الواحد يجيب بتاع تشوك كده ويضربها بإيده، يبقى أنت اللي تعبت نفسك. يبقى الضارب يبقى عنده إيه؟ حكمة في أن المضروب يكون إيه؟ أقل قوة وقدرة من الآلة الضاربة. ولذلك الشاعر لما جه يقول الناس اللي بيعترضوا على القدر، يقول لك ده عليه حصل إيه؟ وده إيه؟ مش عارف، يقول له ألا هازئا من صنوف القدر، بنفسك تعنف لا بالقدر، ويا ضاربا صخرة بالعصا. ضربت العصا أم ضربت الحجر؟ يبقى أنت ضربت العصا، ما تقعد ساكت في حالك. يبقى إذا اللي يضرب لازم يعمل إيه؟ يتنبه بأن لازم يكون أقوى. ضربنا على أذانهم، يعني غطينا أذانهم بإيه؟ بغطاء. مش هو قال بقى يا رب انت هيئ لنا من امرنا رشد واحبلنا رحمه من عندك، او نجيب رحمه. تعال بقى، الانسان لما يكون بيعمل عمل متعب، واحد ماسك الفاس وعمال يعزق وتعب شويه، راحته في ماذا؟ لا، انه يقف شويه، انه ماسك الفاس برضه، هذا اول راحه. طب تعب من الوقف، يقعد. طب تعب من القعدة، يتجع وينام. طب تعب من النوم، هيعمل ايه؟ ما فيش قال لك ربنا يجيب له نعاس وينومه. ساعة ما ينام وعي يفقد بالألم، انتهت المسألة. ولذلك أعنف الأمراض المؤلمة في الإنسان إذا نام الإنسان انتهى ألم خلاص. ولما يستيقظ يقول آه، وهو نايم ما فيش أبدا أي حاجة. يبقى المتألم الوعي الذاتي، الوعي النفسي. فربنا قال انا مش هقعدكم ومش هعمل ده، انا هعملكم ايه؟ هنيمكم. يبقى دي اقصى انواع الايه؟ اقصى انواع الراحه. والى لقاء اخر.